المسيح قام، حقا قام. مع الشرارات الأولى للنار المقدسة تعلن صرخات المؤمنين الأرثوذكس داخل كنيسة القيامة قيامة الرب من جديد، كما أعلنت الطوائف الكاثوليكية ذلك الأسبوع الماضي. احتفل المؤمنون الذين يتبعون التقويم اليولياني بالثلاثية الفصحية، ففي يوم الخميس الأسرار تم الاحتفال بطقوس غسل الأرجل في ساحة كنيسة القيامة. يوم الجمعة العظيمة بعد الاحتفال بدرب الصليب في شوارع القدس اجتمعوا من جديد للاحتفال بجناز المسيح. تم حمل قطع قماش مغطاة ببتلات ورد حمراء ترمز إلى المسيح الميت على الصليب في موكب من الجلجلة مرورا بحجر التطيب إلى القبر. استمرت الصلوات إلى أن تم إغلاق باب القبر. في فجر السبت عادت جموع المؤمنين الغفيرة إلى كنيسة القيامة. إنها اللحظة الأكثر انتظاراً في كل عام، ألا وهي مراسم النار المقدسة والتي تفتح الطريق للاحتفالات الفصحية. إن الشعلة بحسب التقليد الأرثوذكسي تضاء بطريقة عجائبية بإرادة إلهية من على حجر القبر المقدس. يطوف بطارقة الكنيسة الأرثوذكسية حول القبر المقدس 3 مرات. يدخل بطريرك الروم الأرثوذكس مع البطريرك الأرمني الشاهد الوحيد الذي يبقى في غرفة الانتظار. تطفأ أنوار الكنيسة ويستعد البطريرك ثيوفيلوس الثالث علامة القيامة من السماء. بعد مضي بضع دقائق تشتعل النار المقدسة وينفجر الفرح أيضا هذا العام. يخرج البطريرك وبيده مجموعة من الشموع المشتعلة، وينتشر النور بسرعة كبيرة في كنيسة القيامة ليصل إلى شوارع وبيوت القدس وكل الكنائس الأرثوذكسية التي تنتظر وصول شعلة النار المقدسة ليتمكنوا من الاحتفال بليلة الفصح.